لي يا جمهور اللايك السريع الفيديو الفظيع برنساتي. مرحبا بكم في قناتي شهد والتمريض. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من محاضرة الديجستيف سيستم. يا شباب اللي مش عارفة مالها كده، مش عايزة تبقى شغالة خالص. المحاضرة مهمة جدا يا شباب، هاجي منها كتير جدا جدا بكرة. يلا نكمل بإذن الله بقى المحاضرة. كنا وصلنا لحد فين؟ كنا وصلنا لحد كلمة كيولو كيولو ساي أو كيولو سايتو اللي هي الجول بلادر يا شباب أو المرارة، وقلنا الكيولو سايتوكومي اللي هي معناها أو كيولو سايتوكتومي معناها ريموفال أو إزالة لمين يا شباب؟ أو استئصال لمين؟ للجول بلادر أو للمرارة. تمام، يقول لك ده شايل المرارة. تمام، طيب الامسس يا شباب او السفكس او المقاطع او المقطع بتاع امسس ده معناه فوميتنج او فوميت اللي هو ايه ترجيع. مهمه جدا يا شباب، قال لي ده بيكون هايبر امسس او اللي هو الهايبر او الامسس اللي هو اكسسيف فوميتنج اللي هو زياده ايه في الترجيع، او ان الشخص ده بيكون بيرجع بصوره مستمره، بيكون بيرجع كتير، فدي بتكون اباف النورمال يعني، فدي معناها امسس. طيب اوركسيا معناها ابطايت يا شباب، وابطايت نفسها معناها الشهيه، فانوركسيا انوركسيا معناها لصف الابطايت ايه اللي هو معناها نقص الشهية او فقدان في الشهية اللي هو الانسان مش بيبقى ليه نفس ان هو ياكل. يا شباب مهمة جدا جدا حتة الانوركسيا دي او الاوركسيا نفسها، يبقى الاوركسيا معناها الابطيت والانوركسيا معناها نقص في الشهية او فقد في الشهية اللي هو ان معناها وزوت يعني او نط، كلمة ان معناها وزوت او نط. كلمة هايبر فوق هنا ركزوا معايا شباب عشان المحاضرة مهمة قوي قوي. كلمة هايبر فوق هنا معناها اكسسيف او ايه او اباف النورمال. طيب بعد كده الايه البيبسيا، البيبسي يا شباب معناها ديجستشن اللي هو الايه الهضم. قال لي الديس بيبسيا قال لي معناها ابي جاستريك ديسكومفورت فيلت افتر ايتينج، يعني يا شباب بحس بحاجه كده عندي في الامعاء بتكون عدم راحه او ديسكومفورت، انا بحس بيه بعد ما باكل في الايه في الايه في الابي جاستريك ده. بسميها او برضو بسميها اولزو كولد، بسميها ان ايه انجستشن او اللي هو ايه البلع، يعني فاهمين حوار الديسبيزيا دي جت ازاي. كلمة ديسبيزيا معناها يا شباب ايه بيجاستريك كون ديسكومفورت اللي هو عدم راحة او انا مش ببقى حاسة ان انا مرتاحة افطر ايتنج بعد ما باكل. تمام، وبرضو بسميها انديجستشن. طيب الفاجيا يا شباب قال لي كلمة فاجيا معناها سوالونج. ايه هو السوالونج؟ اللي هو البلع يا شباب. تمام، طيب فديس فاجيا ديس برضو هضيف مقطع ديس على فاجيا، ديسفاجيا معناها صعوبة في الايه في السوالونج. مهمة جدا 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 لفظ ديسفاجيا ده، والله لا يجي لكم من الحاجات دي بكرة الامتحان، انا هقول لكم انتوا يعني كده بقول لكم هيجي لكم منهم بكرة، هقول لكم ايه اللي هيجي بالظبط لما اعمل الامتحان اللي هينزل ان شاء الله على الايه على الجروب، عشان كده بقول الجروب مهم. تقريبا نسيت احطه في الوصف بتاع المرة اللي فاتت، بس هحطه في الديسكريبشن ان شاء الله مش هنسى. طيب فانا كده عندي يا شباب ديسفاجيا معناها صعوبة في البلع، ايه difficult in swallowing. طيب البرينديال معناها الميل وجبة، بوست برينديال بوست معناها بعد، فبوست برينديال معناها following a meal او اللي هو ايه معناها بعد الوجبة، يعني بوست معناها after او behind بعد او ايه او خلف. مهمة جدا بوست برينديال معناها following a meal بعد الوجبة. طيب ضيا معناها through او across اللي هو من خلال او عبر. ضياريا معناها abnormally frequent discharge or flow of fluid fecal matter from the bowel ايه، يعني يا شباب عايز يقول ان ضياريا ده معناها الاسهال، ضياريا معناها اسهال. طيب الاسهال ده بيكون abnormally frequent حاجه غير طبيعيه، frequent discharge اللي هو بعمل بطلع حاجات كتير او اللي هو بطلع حاجات frequent اللي هو على عمال على بطال يعني، او فلو في الفلود اللي هو الفلود او السوائل اللي هو فلود الفيكال بقى الفيكال اللي هو البراز يا شباب. تمام الفيكال اللي هو البراز ده بيكون ايه بيبقى في شكل صوره فلود، فبالتالي يبقى ده اسمه دايريا اللي هو السوائل طبعا او اللي هو الاسهال، بيجي طبعا من الايه البول او الامعاء. تمام الريا كلمه ريا معناها ديستشارج او فلو، تاني كلمه ريا مهمه جدا جدا جدا، ريا معناها ديستشارج او فلو اللي هو السوائل اللي بتخرج، الديستشارج اللي بيخرج منك. طيب
الضيا معناها اكروس او عبر، يبقى دلوقتي ايه الضير يا كله على بعضها معناها الايه الاسهال اللي هو بيكون ايه ابنورمال فريكوانت مين ديسشارج. طيب دايابيتس ميلاتس يا شباب بتكون مرض السكر يا شباب، بيكون مجموعه من الديسيز مرض او جروب من الديسيز نوع من الامراض ذات بيرتين تو ذا بوديز ايه اتليزيشن اوف الجلوكوز. مهمه جدا جدا ان انا اعرف ان الدايابيتس ميلاتس بيكون من مجموعه من جروب من الايه من الديسيز يا شباب اللي بيكون فيه عندي مشكله في مين او في استخدام الجلوكوز. كلمه يا شباب ودول والله لا يجي منهم حاجه بكره، والله ان شاء الله جايين بكره. كلمه بولي معناها عديد، فبولي فاجية معناها ان انا باكل كتير اللي هو بولي اللي هو ايتنج يعني فاجية معناها ايتنج. طيب بولي معناها عديد، احنا قلنا بولي عديد احطها على فاجية فمعناها بولي فاجية اللي هو الايتنج. بولي يوريا معناها يورينيشن ان انا بعمل بول كتير. بولي دايبيزيا معناها ان انا عطشان كتير عندي عطش ايه زياده. مهمه جدا اللهم بلغت الثلاثه نعرف الفرق بينهم. بالفاجية هي بولي مقطع اهو واحد احطه بقى على فاجية احطه على يوريا احطه على دايبيزيا بيديني معاني مختلفه مهمه جدا. طيب ذا بيرفكس هايبر از اولزو يوزد ان ذا فولوينج ديزوردرز. كلمة هايبر شباب معناها اكسسيف اور ايه انكريز. كلمة هايبر معناها اكسسيف او انكريز اللي هو زيادة. هايبر لايبيديميا، هايبر لايبيديميا معناها هايبر معناها زيادة زائد لايبيد يبقى لايبيد وبقى بعد كده ايميا. قلت لكم ان لفظ ايميا ده لفظ ايميا معناها زيادة في مين؟ في الدم. ايميا معناها زيادة في الدم. طيب يبقى هايبر لايبيديميا معناها زيادة اللايبيدات في مين؟ في الدم، او اللي هو مثلا ايه انكريز اوف الايه اوف اللايبيد اوف اللي هو انكريز اللايبيدز في انزابلات انكلودنج الكوليسترول زيادة طبعا الكوليسترولات او الكوليسترول والدهون والترايجلايسيريد. ده مين ده المقصود بالهايبر لايبيديميا. بعد كده يا شباب بيقول لي اذر هيلز كونسيرنس ريليتد تو ذا ديجستيف سيستم، حاجات تانية متعلقه بالجهاز الهضمي بتشمل الاوبسايت اللي هو السمنه الايمي الايمي ايه الايمي سيشن. ده اللي هو معناها ايه ضعف او هذا يعني ايمي سيشن. طيب انوركسيا او نيرفوزا انوركسيا اللي هو فقدان شهيه وانها فوق. بيوليميا كلمه بيوليميا معناها تناول كميات كبيره في من الطعام في وجبه واحده، يبقى كلمه بيوليميا ايه معناها تناول كميات كبيره من الطعام في وجبه واحده. مال ابزوربشن معناها سوء امتصاص، مال نوتريشن معناها سوء تغذيه. كلمه مال معناها سوء، يبقى مال نوتريشن سوء تغذيه، مال ابزوربشن معناها ايه سوء امتصاص، دهايدريشن معناها جفاف. جوندس وكلمه جوندس دي مهمه وهتجي لكم بكره، معناها يا شباب حاله نوتد او كونديشن نوتد باي ويولينس بتبقى صفراء اوف ذا سكن، الجلد بتاعي بيبقى اصفر. والوايتس في الايز العيون بتاعتي بتبقى بيضاء، يبقى الجلد بيكون ايه يولو. طب والاي العيون بتكون وايت بيضاء. والميوكوس ممبرين بتكون بيضاء. اند البادي فلويدز كوزد باي ديبوزيشن ايه اوف البايل بيجمنت، ان انا بيكون يا شباب عندي مشكله في الايه في الديبوزيشن بتاع مين او تكوين مين البايل بيجمنت. بعد كده يا شباب الايه الدياجنوستيك تيرمز او مصطلحات للجهاز الهضمي. كنت عايز اقول حاجه هنا بس كل مهم عندي في الجوندس ان انا اعرف انها حاله بتكون يورونس في السكن ووايتنس في الايه في الايز والايه والميوكوس ممبرين، غير كده مش عايزه. بعد كده الدياجنوستيك تيرمز يا شباب ولا يا شباب بيديولوجيك ستاتس ايه اوف ذا ديجستس. عندنا حاجه اسمها الايسوفاجوجرافي. ايسو ايه ايسوفاجوجرافي. ايه هي الايسوفاجوجرافي دي يا شباب؟ الايسو اسمها ايه ايسوفاجوجرافي معناها ايه تصوير او ان انا بعمل تصوير لمين للايه اسمه ايه اللي هو المريء تمام بالعربي المريء تمام. يبقى بعمل ايسوفاجوجرافي معناها انا بعمل تصوير حتى جرافي جاي من جرافيك يعني تصوير للمريء. طيب اندوسكوبيك اكزامينيشن فحص او سكوبي اللي هو بيكون فيجوال اكزامينيشن فحص مرئي زي الايسوفاجوسكوبي معناها ان انا برضو بعمل ايه بعمل تصوير اسمها ايه ايسو فاجوسكوبي معناها انا بعمل تصوير باطني يا شباب ابدومينال او باطني. طيب جاستروسكوبي معناها ان انا بعمل تصوير للجاستريك او للمعده تمام. كولونوسكوبي بعمل تصوير للقولون. و سيجمويدسكوبي كلمة سيجمويدسكوبي معناها انا بعمل تصوير طبي بالاشعة السينية. كلمة بعد كده بقى بيقول لي زي امريكان كانسر مهمة ان يا شباب الامريكان كانسر اللي هو الايه السوساتي المجتمع في امريكا
بيكون يا شباب بيهتم بالايه، بالكولونوسكوبي اللي هو التصوير القولون تيست، ان انا اعمل الكولونوسكوبي تيست ده او الاختبار ده على الاقل وانس افري 10 سنين، كل 10 سنين مره. يبقى انا لازم اعمل الكولونوسكوبي ده يا شباب، في امريكا بيهتموا بالحته دي قوي قوي قوي. ليه؟ لازم اعمل التيست ده على الاقل كل 10 سنين مره، بيجيننج ات ايج في العمر وانا عندي 50 سنه ماشي، ايه للديتكشن عشان اقدر اعرف لو في اي ديتكشن او اقدر اتحرى واشوف هل هناك او في عندي اي كانسر في الانتستين او في الامعاء ولا لا. بعد كده يا شباب واخر حاجه في المحاضره البريسنس اوف الستون، وجود الحصوات او الستون يعني حجر، بس هنا معناها حصوات، وجود الحصوات في الديجستيف اورجانس في الاعضاء بتاعه الجهاز الهضمي از ا كومن اكويرنس، بتحصل كتير او بتكون حاجه شائعه. تمام. كلمه لس او لسو معناها ستون، كلمه لس او لسو معناها ستون. فلما اجي اقول كوليوسيزس، لما اجي اقول كلمه كوليوسيزس دي معناها يا شباب حصوات في المرارة، لان لس معناها ايه؟ لس معناها ايه؟ معناها ستون. طيب يبقى ستون معناها ايه؟ حصوات. يبقى كله يبقى حصوات في المرارة او في القولون. بعد كده هنبدأ نحل الاسئلة دي. قبل ما احل الاسئلة عايز اراجع واقول الحاجات المهمة في المحاضرة. اختار لون تاني، نجيب مثلا الايه؟ الاصفر، لا نجيب ده ونقلل الخط شوية ونقول كده ونبدأ بقى. تعالوا معايا. اول حاجة وجود الستونز في الديجستيف سيستم معناها ان انا بيكون عندي زي مثلا كلمة كوليوسيزيس، وقلت لكم علموا على الحاجات دي ورايا، معناها ان انا عندي حصوات، فكلمة ليس اصلا معناها ستونز. دي اول حاجة انا عايز اعرفها. تمام. طيب تاني حاجة يا شباب، تاني حاجة الاي الحاجات دي اللي هي مثلا كلمة زي ايسو فاجو جرافي، جرافي يعني تصوير، يبقى عندي تصوير لمين؟ للايسو اللي هو الايه اسمها ايه؟ الايسوفاجوس كده، في اللي هو تصوير لمين؟ للمريء يا شباب. تمام. اللي هو الايسوفاجوس. اندوسكوبيك اكزامينشن، انا بعمل فحص بقى للحاجات دي كلها. مهم ان انا برضه اكون عارفه ان هو كولونوسكوبي بعمل فحص الايه؟ للقولون. جاسترونسكوبي بعمل فحص للمعده، واسمها ايه الثانيه؟ سيجمويدسكوبي بعمل فحص او طبي بالاشعه السينيه، ودي مهمه جدا 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 وهيجي لكم عليها اسئله. وكمان جاي لكم عليها اسئله تحت، خلوا بالكم مهمه جدا يا شباب، اللي هو بتكون ان انا عندي بقول او في امريكا بيهتموا بان انا اعمل الفحص او الاختبار اللي هو الكونوسكوبي ده وانا عندي عمر 50 سنه عشان اقدر اعمل ديتكشن لو في اي سرطانات او اي حاجه. ايه الحاجات اللي انا المفروض اعرفها تاني؟ اعرف يا شباب ان انا عندي مصطلحات متعلقه بالجهاز الهضمي او اللي هو ايه اذر هيلث كونديشن او حالات صحيه زي السمنه وفقدان الشهيه، وان انا يبقى عندي مثلا نقص في التغذيه، عندي جفاف، كل الحاجات دي مهمه ان انا اعرفها. واعرف مصطلح الصفرة ده زي ما انا قلت لكم الجوندس، انا اللي انا عايز اعرفه بس منه ان هو بيكون يا شباب ايه يولونس في السكن، ووايتنس في مين؟ في الايز والايه والميوكوس ممبرين، مش عايز اكتر من كده. بعد كده يا شباب اعرف ان كلمه هايبر معناها عالي، فهايبر ليبيديميا معناها زياده اللايبيد في مين؟ في الدم. ايميا معناها دم، فيبقى هايبر ليبيديميا معناها زياده مين؟ الدهون في الدم او اللايبيدات في الدم. بعد كده يا شباب اعرف ان بوليفاجيا معناها ايتنج، وبوليوريا معناها زياده اليورينيشن او البول، وبولي ديبيزيا معناها زياده العطش او الستريست، مهمين جدا. بعد كده يا شباب كلمه صب، انا ما قلتش دي اصلا ولا ايه؟ كلمه صب معناها اندر او بيلو، كلمه صب معناها اندر او بيلو. فلما اجي اقول لك صب لينجوال، صب لينجوال عارفين لما كنت بقول لكم ممكن ناخد الدرج في سوق، مش عارفه كنت بقول لكم انتوا ولا الفيوم، كنت بقول لكم احنا ممكن ناخد الدرج تحت اللسان. صب لينجوال يعني ان هو مثلا اخد الدواء مثلا برشام او حاجه واقعد امصه تحت لساني عن طريق الميوكوس ممبرين اللي موجوده تحت. تمام. فهو ده صب معناها ايه؟ بلو او اندر. فصب لينجوال معناها ايه؟ بتشير لمين؟ لاريا اندر التانج، ايه المنطقه اللي تحت اللسان. مهمه جدا، مهمه جدا ان انا اعرف ان ضايع معناها ثرو او كروس، فلما اجي احط ضايع معناها الاسهال، وان هو معناها الايه؟ الفريكوانت ديسشارج اللي بيخرج من البول. وكلمه برانديال يا شباب معناها ميل، فلما اجي اقول بوست معناها بعد، فبوست برانديال بعد الوجبه. كلمه فاجيه معناها سولنج، الوات ايه؟ اللي هو ايه المحاضره تحفه حقيقي والله والله، كمان مره ما هيطلع سؤال بره الشرح ده. كلمه فاجئه يا شباب معناها سولنج او بلع، فلما اجي اقول ديس فاجئه، ديس معناها صعوبه، فلما ديس فاجئه صعوبه في البلع، مهمه جدا وهيجي لكم بكره منهم سؤال اسئله في الامتحان كتير قوي قوي قوي. طيب كلمه بيبسيا، بيبسيا معناها ديجستشن او بلع، فلما اجي اقول ديس بيبسيا معناها ايبيجاستريك ديسكومفورت، اللي هو مش ببقى حاسه براحه في البلع او في الانديجستشن. كلمه اوركسيا معناها ابطاء شهيه، وان معناها وزوت او نط، فلما اجي اقول ان واوركسيا
يبقى انا اقصد في الشهيه كلمه امسس معناها فومت، وهايبر معناها عالي، فلما اجي اقول هايبر امسس معناها زياده في الايه في الترجيع. بعد كده يا شباب كلمه تشيلوسي معناها البلادر او جول بلادر او المراره، فلما اجي اقول تشيلوس سيد تكومي معناها اكتومي معناها استئصال او ريموفال، فيبقى معناها ايه ريموفال او ايه او استئصال الجول بلادر. كلمه بنكريا معناها بنكرياس، فلما اجي اقول بنكرياتايتس ايتس معناها التهاب، فيبقى التهاب في البنكرياس. كلمه هيباتو تشير لكلمه ليفر، ويبقى وميجالي معناها تضخم، فلما اجي اقول هيباتو ميجالي يبقى بتشير لايه لتضخم في الليفر. كلمه اينو او ايه بتشير لاينس او فتحه الشجر الشجر بس انا حقيقي عارف ان هو من كتر ان انا بتكلم بسرعه فبلاقيني بقول حاجات غريبه كده. طيب البرينال اللي هو منطقه العانه يا شباب، فيبقى معناها كلمه بري معناها الراوند، فيبقى معناها ان انا بتشير للمنطقه اللي حوالين الانس او الايه والعانه. الريكتم ريكت يبقى ريكتو اللي هو الريكتم، وريكتس سيل كلمه يبقى معناها هيرنيشن او اختراق او ايه فتق في مين اللي هو ريكتو ريكتو سيل معناها مين، عشان لما يجي عليها سؤال تحت هيرنيشن او فتق في مين في الايه في البورتيوشن. طيب بتاع الريكتوم. بعد كده يا شباب كلمه كولو يبقى كولون، يبقى كولوستومي معناها ايه كريشن او فتحه في مين فين في كلمه استومي نفسها معناها فورمنج، ان انا بعمل ايه فتحه بقى بين مين ومين. نركز بقى لو هي كولوستومي يبقى فتحه بين جدار البطن والايه والقولون، لو هي اليوستومي يبقى فتحه بين الاليوم ماشي والايه وجدار البطن. ونسيت اقول لكم ان احنا مش عارفه قلتها ولا لا، ان اسمها ايه ان الانتستين يا شباب بتتكون من ثلاث اجزاء، دودونيوم جوجونيوم اليوم، بالترتيب كده دودونيوم جوجونيوم اليوم، فدول ثلاث اجزاء بتوع الايه الانتستين او الامعاء مهمين جدا. طبعا نعرف ان لما اجي اقول دودونيو يبقى بتشير لدودونيوم، جوجونيوم يبقى بتشير جوجونيوم، اليو يبقى اليوم، وعرفنا الاليوستومي هي ايه هي. ولما اقول دودونيو يبقى دودونيوسكوبي معناها اولتوسكوبي بقى نحن فحص يبقى فيجوال اكزامينيشن. كلمه جوجونيو رافي، كلمه رافي معناها سوشال او تخييط، فان انا هعمل ايه سوشال في جوجونيوم ده او في المنطقه دي. كلمه جاسترو بتشير للاستومك او المعده، ودي معناها ان انا عندي ايه جاسترو اليجيا. كلمه اليجيا معناها بين، فلما اجي اقول جاسترو اليجيا يبقى الم في الايه في الاستومك. كلمه فريانجو بتشير لفريانكس، ولما اجي اقول فريانكوسايتس معناها التهاب او ايه في الفريانكس. كلمه ايه تاني، انا قلت المحاضره كلها تاني متخيلين. كلمه جينجيفايفو معناها جم، قلت لكم تقريبا ان انا ما كنتش كلمه جم افتكرت، ما قلتهاش تقريبا في الفيديو اللي فات، قلت لكم ان انا مش فاكره اللفظ العربي. كلمه جم يا شباب في اللفظ العام بتاعنا معناها ايه لبان اللي احنا عارفينه. كلمه جم هنا مقصود بقى اللسه بتاعتك، اللسه بتاع اللسه تمام. فيبقى لما اجي اقول جينجو اكتومي معناها ان انا بعمل ايه عندي ديسيز او بعمل اكسشن للديسيز او الامراض اللي موجوده في مين في اللسه او في الانسجه بتاعه اللسه. بعد كده كلمه دنت بتشيل الكيس، ودنتست اللي هو السبيشاليست او الدكتور المتخصص في مين في الاسنان. كلمه تشيل او لبي بتشيل اللب اللي هو الايه اسمها ايه اللب اللي احنا قلناه ايه شفايف. وكلمه تشي بق بتشيل او بق بتشيل التشيكل والخد. كلمه استومات او استوماتو او اورو بتشيل الماوس ماشي. فيبقى لما اجي عندي اقول استوماتايتس معناها انفلاميشن في الماوس. بعد كده طبعا خدنا تعريف الانجستشن مهم، البلع ان انا باخد الطعام بعمله بلع في الايه اورالي. كلمه ديجستشن ان انا بعمل بريك داون للطعام. كلمه ابزوربشن ان انا بخليه يعدي الواحد او الموليكيول او جزيئات الطعام بخليها تعدي في السمول انتستين وتروح للليمف كابيلاريز. كلمه اليمينيشن ان انا بعملها اخراج اصلا او ريموفال للايه للفود بارتيكلز. وكمان درسنا الشكل ده وبس كده تقريبا، عدت المحاضره كلها تاني. اخر حاجه تلزمكم معايا يا شباب في المحاضره دي ان احنا نحل الاسئله ونقفل الفيديو على كده. حقيقي يبقى انا قمت معاكم بالواجب وزياده، والله كمان مره والله ما هيطلع منها الامتحان. طيب قال لي يا شباب الترم ايه المصطلح بتاع اليوستومي، حلو قوي. كلمه استومي معناها استئصال، تعال بقى نعرف اليو بتشير لإليوم قبل ما اروح احل اهو، يبقى كده معناها استئصال في مين في الاليوم اللي هو الاليوم بتاع مين الانتستين، قلت لكم الجوجونيوم والدودونيوم والجوجونيوم والاليوم. طيب كرييشن اوف سيرجيكال باساج في ثرو ابدومينال ايه والانتوزاليوم، بعمل مرور للايه لل او حاجات جراحيه خلال الايه الابدومينال والانتوزاليوم، ولا اندوسكوبيك اكزامينشن للاليوم، كل حاجات تبع الاليوم عشان يلخبطكم اهو، كل حاجات تبع الاليوم. طيب تعالوا نجيبها طيب من فوق كده، اليوستومي معناها ايه؟ اطلعوا معايا كده عشان افكركم بيها.
كلمه اليوستومي. يعني اليوستومي يا شباب اهي كانت معناها كرييشن، او ان انا بعمل فتحه في بين مين، بين الاليوم والابدومينال. تعالوا ننزل نشوف الاختيار ده موجود تحت ولا لا. اهو قال لي فعلا كرييشن، يا راحت فين؟ اكزامينشن اوف الاليوم طبعا لا، هيرينيشن اللي هو زي نظام فتق، ولا بروب ليبس طبعا دي برضو لا، كريشن سيرجيكال باساج استروزا ابدونالول انتوزيليوم بعمل برضو ان انا بخلي يبقى في فتحه بينهم، فتقريبا الاختيار الاصح هو مش جايبها بالظبط، بس الاختيار الاصح اللي هو اول واحده. اما هيرينيشن ده فتق الاليوم نفسه، ولكن هنا انا بعمل كريشن ايه اهو زي ما كانت موجوده هنا، انا بعمل كريشن بين او فتحه بين الاليوم ومين والابدونالول، فهي الاجابه الاصح. هي مش جايه نصا، ولكن هو من خلال الفهم هنا الاصح ايه اول واحدة دي يا شباب. طيب بعد كده يا شباب رقم اتنين بيقول لي اي which is not part not، ركزوا قوي في نوت دي، بيكون مش جزء من السمول انتستين. قلت لكم لسه ان السمول انتستين اللي معايا يا شباب دي بتكون فيها الاليوم والدودينيوم والجيجينيوم بالترتيب كده، الكيكم ماشي، الكي ايه الكيكم ده يا شباب حاجه متعلقه او ريليتد مين للقولون، فمش تبعها. طيب يبقى الاجابه الصح هنا او الاجابه طبعا اللي هي مش من ضمنهم هتبقى الكيكم. طيب يا شباب بعد كده الابيجاستريك ديسكومفورت، ان انا بيبقى التعريف ده بيشير لي يا شباب بيبقى عندي ايه بيبقى عندي ديسكومفورت او مش راحه، ما بقاش عندي بحس ان انا في ديسكومفورت او ان انا مش حاسه براحه في الابيجاستريك ايه في الامعاء بعد الايتنج بعد ما باكل، وبسميها انديجيشن. يا ترى دي كانت معناها ايه يا شباب؟ انوركسيا فقدان الشهيه لا، امسيشن. تعالوا نعرف كده نطلع فوق، ده كان تعريف ايه يا شباب اللي هو معناها ان انا مش بحس براحه ماشي، كان معناه كان بتشيل مين اهو الدايسبيزيا. تعالوا كده ركزوا معايا، الدايسبيزيا معناها ابيجاستريك ديسكومفورت افتر ميلينج الايتنج. انا بحب اوريكم كل حاجه انها جايه من الكتاب، بس اللي يذاكر ويسمع المصطلحات، وانا قلت لكم ان المصطلحات دي مهمه، فيبقى الاجابه هنا راحت فين؟ دايسبيزيا بيبزيا دايس بيبزيا. بعد كده يا شباب رقم اربعه سبيشاليست، المتخصص في الايه؟ في الدياجنوز بتاع التيستس او الايه؟ او التيست بتاعت مين؟ اول ما اشوف تيست دي يبقى دي تيست على طول مش محتاجه. طبعا بعد كده الايه؟ الجاسترو ليجيا مينز هيرينيشن في مين؟ جاسترو يبقى ايه بقى؟ هالليفر اكيد لا، الليفر كاتباته بين في الاستومك. تعالوا نعرف يا شباب الجاسترو الجاستروليجيا كانت معناها ايه من الكتاب بتاعكم؟ جاسترو ليجيا كلمة جاسترو ليجيا هي راحت فين؟ كانت هنا. كلمة جاسترو ليجيا راحت فين؟ يا سلام. طب فين كانت؟ تحت هنا. طيب جاسترو بتشيل الايه؟ للجاستريك المعدة. تمام مش لاقيها. ما انا لازم احلها من عندكم الكتاب، لازم احلها من الكتاب. كلمة جاسترو اللي كانت بتشير للمعدة كانت فين؟ لو حد شافها يقول لي. طيب اهو جبتها، جايه من عند الاستومك. تمام فيبقى الجاستريك ليجيا معناها الم في الاستومك يا شباب، وقلنا ان انا بسميها ايه، ان كلمه بسميها برضو استومك ايك، مهمه جدا جدا ان انا اعرف انها برضو تسمى استومك ايك. وكلمه الجا نفسها معناها بين، فيبقى هنا هي معناها بين في مين؟ في الاستومك. نرجع للاسئله بتاعتنا، جبتها اخيرا، يبقى الإجابة الصح هنا راحت فين؟ لا 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 لا، الأسئلة بتختفي والإجابات بتختفي ولا إيه؟ رقم خمسة صح؟ يبقى الإجابة الصح هنا بين في الأستومك، قلنا ليفر بتشيل هباته، والجول بلادر ما كانتش كده، ولا اللارج انتستين مع الغليظة. طيب إيو بيبيزيا معناه يا شباب؟ ديفيشنت أبيتايت
اللي هو نقص في التغذيه؟ اكيد لا. قلنا ان نقص التغذيه معناها ايه؟ انوركسيا، فقدان في الشهيه. تمام. اكسسيف ابيتايت برضو لا. وكلمه نورمال ديجستشن ان انا ببلع كويس، ولا سلاكش انتستينال انتستينال اكشن، تعالى نعرف. هو طبعا مش جايبهم بالنص، بس تعالى نعرف الايو بيبسيا كانت موجوده فين يا شباب عشان نجيب الاجابه من الكتاب، عشان تعرفوا ان اللي بيذاكر مش محتاج حاجه. ايو بيبسيا، ديز بيبسيا اهو. ايو انا اصلا قلت لكم ان ايو معناها ايه يا شباب؟ مش نورمال. مش انا قلت لكم قبل كده ان ايو معناها نورمال لما قلت لكم ايو بنيا؟ فكانت معناها اللي هو الايه، معناها ايه؟ تنفس ايه؟ نورمال. تمام. وهنا بقى ديسفاجيا هي اسمها ايه؟ ديسبيبسيا معناها ايه؟ بجاستريك ديسكومفورت، ان انا بحس ايه؟ بحس بعدم راحه كده بعد ما باكل. دي الديس ايه؟ الديسبيبسيا. مش جايب الايو بيبسيا ولا كانت موجوده؟ الايو بيبسيا كانت موجوده؟ لا. يبقى تعالوا بقى ايه؟ نروح نشوف الاختيارات تاني. انا كده بحل لكم، بجيب لكم الاجابه من عندكم اهو. اكني انا اصلا يعني انا ممكن كنت اقول لكم واحد كذا اتنين كذا لا، بحب اوريكم الاجابات من عندكم. ايو بيبسيا احنا عرفنا ان دي ديس بيبسيا معناها ايه؟ ديسكومفورت، اللي هو راحه بعد، ما فيش راحه بعد الاكل. فتمام. هنا طبعا اول واحده وتاني واحده غلط. نورمال ديجستشن يبقى دي صح. ليه بقى؟ عشان انا قلت لكم ان ايو معناها نورمال او حقيقي، قلتها لكم في التنفس زي ايو بنيا، دي الاصح. على فكره السؤال ده مهم انه بيعتمد على التفكير، مش جايبه نصا ومش جايبه حفظا خالص. وكلمه ديجستشن انا هبلع كويس او هقدر اكل كويس، فبالتالي هحس براحه على عكس اللي هناك كان فيه ديسكومفورت. طيب رقم 7 يا شباب، الحاله نوتد باي يولينس. قلت لكم اول ما تشوف يولينس ايه بتاع السكين وايتس في الايز والميوكوس ممبرين، دي معناها على طول ايه؟ الجوندس. اكيد مش الدايريا الاسهال، ولا الديهيدريشن الجفاف، ولا الكل ايه الكوليوس سيزس. بعد كده يا شباب رقم 8، وجود الايه؟ الستونز، وجود الحصوات في الديجستيف اورجانز. اس كومن اوكيرنس بتحصل فين بقى يا شباب؟ اكيد مش الجوندس. ولا تعالوا كده طبعا نشوف الوجود الحصوات دي، كنت لسه قايلها اجيبها لكم برده من فوق اهو. وجود والله نصا اسمها ايه بقى؟ كوليو سيزس. كوليو سيزس لما قلت لكم ان لس معناها ستون اصلا، يبقى كوليو ايه؟ تعالوا نشوفها، هتبقى ايه؟ رقم 8 هتبقى الاولى. ماشي. بعد كده يا شباب رقم 9، ريموفال اوف الفود بارتيكلز ذات ويرنت ديجستد، اللي ما حصلهاش هضم ذكرتها فوق، وقلت لكم دي معناها اليمينيشن، وقلت لكم التعريف بتاعها مهم. تمام. اما الامتصاص كان غير كده، والانجستشن ده معناها البلع، والديجستشن كان معناها بريك داون في الايه؟ للموليكيول بتاعت الايه؟ او الجزيئات بتاعت الطعام. بعد كده الامريكان كانسر، لسه قايلها لكم ان احنا بنشوف ده عشان اقدر اشوف عندهم سرطان ولا لا، كانت موجودة فين؟ تعالوا برضه اجيبها لكم من فوق عشان تبقى كل حاجة عرفتوها اهو. فين؟ اهو الامريكان كانسر كانت اسمها ايه؟ بيشير للكولونسكوبي. تمام. فمهمة جدا يا شباب. يبقى احنا نختار هنا رقم 9، وركت رقم كام؟ رقم 10، كولونوسكوبي. يبقى الإجابة الصح رقم بي. بعد كده 11 وآخر سؤال، البيشنت اللي بيزور الدنتستس أو المريض اللي هو الدكتور بتاع الأسنان، أوفيس فور روتين إكزامينشن، بيعمل فحص يا شباب. شي إز تولد، قالت له شي هاز إنفلاميشن، عندها تضخم، وفي الهير جامز، عندها تضخم في الإيه؟ في اللسة، لسه قايل لكم عليها. الترم ده يا شباب بيشيل لحالة إيه؟ طبعا أكيد بيشيل لحالة جنج إيه؟ جيفايتيتس. تعالوا نشوفها يا شباب فوق ايه، نشوف دي كانت فين عشان يبقى كله من عندكم. اهي 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 الجم جنج ايه؟ جنجكتومي. ماشي. كان في واحده تاني جنجكتومي. يبقى الاجابه الصح هي ايه؟ الجنجفايتس، اللي هو الالتهاب بتاعها. تمام. عشان هو هنا قال لك انفلاميشن، يبقى اي حاجه فيها ايتس، بس هما جايب لك ما شاء الله كلهم فيهم ايتس، ولكن هي تبقى جنج ايه؟ جيفاتيتس. وبس كده تكون الاسئله خلصت. اكون عدت المحاضره مره واثنين وثلاثه، فيعني عدتها كلها بجد. اتمنى يا رب اكون قدرت افككم. اللي لسه ما عملش اللايك يا شباب يعني مش عارف والله اقول لكم ايه بجد. والكومنتات الجميله بتاعتكم، انا على فكره مش هكمل لو لقيت الكومنتات قليله واللايكات قليله، اللي هو كده مفيش دعم، فانا هكمل ليه؟ اشوف بقى باقي المحافظات اللي هي محتاجيني. رساله لشباب اسيوط، وكلام بجد مش هزار يعني.
والسلام عليكم ورحمة الله.